لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. اتصالات سرية بين المغرب وإسبانيا تقرب الأزمة بين البلدين من نهايتها. كشفت وكالة إيفل إسبانيا في تقرير مقتضب عبر موقعها بوجود اتصالات وصفتها بالسرية مع المملكة المغربية، مؤكدة بأن نتائج الاتصالات تقرب نهاية الأزمة بين البلدين. الوكالة أشارت إلى وجود قنوات اتصال دون أن تسميها، مشيرة إلى ارتياح مصادرها الدبلوماسية الإسبانية من نتائج المباحثات السرية بين مسؤولين كبار من إسبانيا والمغرب بعيدا عن تدخل الاتحاد الأوروبي. وتأتي المعطيات التي تحدثت عنها وكالة إيفي بوجود اتصالات ثنائية بين المملكتين بعد قرار البرلمان الأوروبي حول المهاجرين القاصرين غير المرفوقين بسواحل مدينة سبتة المحتلة، وكاد ردود الفعل المغربية خاصة بلغ الخارجية الذي ذكر إسبانيا بالسياسة المتجاوزة وهي نظرة الاستعلاء والأستاذ والتلميذ. نشكركم على حسن المتابعة.